سعيد ان اكون متواجد بين هالشباب اللي هم ان شاء الله اختراعاتهم وابتكاراتهم تكون يعني فيها فايده للمجتمع وللعالم ان شاء الله. اتمنى لهم التوفيق لان شنو اختراعات جديده وشيء غريب علينا. شرف بزياره الشباب عبد الكريم الحسن وفهيد الشمري لما شباب منتخب قطر، نتمنى لهم التوفيق. هما مثال كبير على دور الشباب في المجتمع باعتبارهما لاعبين مشهورين قطريين يساهمان في تنمية مجال الشباب والرياضة في قطر. يعطيهم ألف عافية المشاركين في الدوحة عاصمة الشباب الإسلامي، شرفونا ونورونا 30 شخص ما شاء الله كلهم مبدعين، اللي ما جاء يلحق ويجي ويشوفهم.